إذا كان إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام انطلق من مسلمة أن الله يحيي الموتى إلى مسألة كيف يحيي الموتى، إذن إحنا كمسلمين مدعوون ننطلق من مسلمة الله فارق الحب والنوى. كيف؟ كيف يفرق الحب والنوى؟ دخلنا في علم النبات، معناها ممكن أي مسلم صادق مع نفسه متناغم مع القرآن أن يرى أن بعض الآيات هي التي ألهمته محبة العلم الكذائي، العلم الفلاني، لأنه بدأ أحب أن يعرف كيف تجري عملية فلق الحب والنوى. كيف قال في سورة الرعد: صنوان وغير صنوان يسخى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل، أو بعضها على بعض في الأكل. غريب، كيف؟ طيب أرض واحدة في الظاهر بذور متشابهة، نفس التربة نفس المياه، في الأخير إيه؟ أشجار وأثمار مختلفة. هذا علم الجينات طبعا، هذه مسألة الجينات. أنا في برنامج في الداخل، في برنامج في الداخل، الجينوتايب، الجينوتايب، الفينوتايب يتبع ماذا؟ الجينوتايب. فالقرآن مملوء غاص مثل هذه الآيات الكونية. القرآن فيه زهاء 1000 آية. تخيل أنت عاد ناهيك أو فضلا عن الآيات التاريخية، تتحدث عن إيه؟ فرعون وقومه، موسى وبني إسرائيل، عيسى وبني إسرائيل، مملكة سبأ، مملكة عاد، صالح وثمود، قصص وتاريخ الأمة العربية وقريش والفيل وكذا. لو أنت ذهبت ويأجوج ومأجوج والسد وهذا الرجل إيه الصالح إلى آخره والخضر، ذهبت إيه مع تاريخيات القرآن. أحد المؤرخين المصريين الدكتور مهران رحمة الله عليه ألف موسوعة على ما أذكر من أكثر من 6 مجلدات، 6 مجلدات في جغرافيا القرآن الكريم، بس يحب أن يعرف هذه الأماكن التي حدث القرآن عنها، ما الذي يتعلق بها، أين هي، إيش كذا، موسوعة كاملة. معناها أنت لو تناغمت مع القرآن فقط واستجبت له حصل عندك حصيلة جغرافية كبيرة، تاريخية مهولة، علمية كونية، في النبات، في الفيزيولوجي، في الأسترونومي، في الكوزمولوجي، في التشريح، في الإنسان، شيء عجيب، في فلسفة الأديان يا حبيبي، والأنثروبولوجيا، عقائد الشعوب وطريقها في التفكير وكذا. القرآن هذا سماء، كل آية فيها مش نجم، مجرة. ما رأيكم؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، شيء عجيب. عشان هيك لازم الإنسان فعلا يتفاعل مع القرآن تفاعلا جديا، مش فقط يتلوه ويحسن به صوته ويستعرض، مش هذا، ما يقفش عند هذا الحدود، هذا مطلوب، يتعدى هذه الحدود إن شاء الله تعالى.